أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أعزائي الطلباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نواصل في تقديم المحاضرة الرابعة في مقياس قانون النقد والقرض. كنا رأينا في الحصة الماضية أهداف ومبادئ قانون النقد والقرض 90-10، واليوم سوف نتطرق إلى أهم التعديلات التي تخص قانون النقد والقرض 90-10 بشكل مختصر. والذي يريد الاطلاع على التفاصيل فليدخل على الموقع الإلكتروني لبنك الجزائر للاطلاع على أنظمة قانون النقد والقرض، من بينها قانون النقد والقرض 90-10. إذا قلنا أن قانون النقد والقرض هو عبارة على نص تشريعي تم إصداره بموجب أمر رئاسي في الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 أبريل 1990. يتكون هذا القانون من 215 مادة. هذه ال 215 مادة هي جاءت مرتبة في شكل 7 كتب. جاءت مرتبة في شكل 7 كتب. هذه الكتب هي أولاً كتاب النقد، ثانياً كتاب هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته، ثالثاً البنك صلاحيات البنك المركزي وعملياته، رابعاً كتاب حول مراقبة البنوك والمؤسسات المالية، خامساً كتاب يخص حماية المودعين والمقرضين، سادساً كتاب حول تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال، والكتاب السابع والأخير وهو حول العقوبات الجزائية. إذن سوف نرى جميع هذه الكتب بشكل مختصر. نركز على كتاب الثاني والثالث والرابع. هي لا نركز عليها لأن قانون النقد والقرض 90-10 تم إلغاؤه بموجب القانون 03-11، سوف نرى ذلك فيما بعد. الآن سوف نتطرق إلى هذا القانون بشكل مختصر. إذن كتاب النقد جاء فيه كل ما يخص قلنا جاء فيه كل ما يخص أو كل ما يتعلق بالنقد، حيث تقر المادة الأولى أن الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار، واختصاره هو عبارة على دال جيم اللي هو الدينار الجزائري. هنا رانا نقوم بتعريف العملة، بحيث يقسم إلى 100 جزء يسمى سنتيم جزائري، وتحدد قيمة الدينار الجزائري بالطبع الحال مع احترام الاتفاقيات الدولية. بحيث هذه هنا رانا ندخل في أشكال العملة. العملة النقدية للدينار الجزائري تمثل بأوراق وقطع نقدية معدنية بحيث يكون لها سعر قانوني وقوة إبرائية. هنا رانا في الخصائص، لها سعر قانوني وقوة إبرائية، وهي عبارة على وسيلة للدفع، والسلطة المفوضة أو المخول لها بإصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني هي الدولة الممثلة من طرف البنك المركزي، الذي هو مخول أو الذي يخول له القانون حسب المادة 4 من قانون النقد والقرض 90-10، بحيث يحدد عن طريق التنظيم إشارات تعريف الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية من حيث قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها، بالإضافة إلى تحديد شروط وكيفية مراقبة صنع وإتلاف الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية. كذلك يحدد الشروط التي تقبل ضمنها لزوماً القطع النقدية كوسيلة للدفع من قبل جميع الأشخاص غير الصناديق العامة، البنك المركزي ومؤسسات القرض. هنا ملاحظة، في حالة سحب هذه الأوراق النقدية والقطع النقدية من السوق أو من التداول،
تفقد قيمتها الإبرائية، كما يعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الأوراق النقدية والقطع المعدنية التي أصدرها البنك المركزي وأي سلطة أجنبية، كما يعاقب القانون على استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها. إذا هنا جئنا باختصار كتاب النقد. ننتقل الآن إلى الكتاب الثاني. الكتاب الثاني وهو يخص هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته. هذا الكتاب مقسم إلى بابين، الباب الأول هو عبارة على أحكام عامة، والباب الثاني يخص إدارة ومراقبة البنك المركزي. بالنسبة لباب الأول اللي هو باب أحكام العامة، هنا تقر المادة 11 أن البنك المركزي هو عبارة على مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بحيث يخضع للأحكام التالية، وهي أن البنك المركزي يدعى بنك الجزائر، يحدد مقره في مدينة الجزائر، يمكنه أن يفتح فروعاً أو وكالات في أي مدينة جزائر، يعتبر البنك الجزائري تاجراً في علاقاته مع الغير، لا يخضع البنك الجزائري للتسجيل في السجل التجاري كما لا يخضع للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة ولمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية. بالنسبة للباب الثاني الذي يخص إدارة ومراقبة البنك المركزي، هنا هذا الباب يتكون من 3 فصول. الفصل الأول هو يخص المحافظ ونوابه. بالنسبة للمحافظ ونوابه، هنا نعم المحافظ ونوابه، هنا المحافظ هو من يقوم بإدارة ومراقبة البنك المركزي، ويساعده في هذه المهمة 3 نواب له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان، بحيث يتم تعيين المحافظ والنواب 3 بمرسوم رئاسي من رئيس الجمهورية يحدد فيه رتبة كل واحد منهم. مدة التعيين تقدر ب6 سنوات للمحافظ و5 سنوات للأعوان. لا يمكن لهم أن يمارسوا أي نشاط أو مهمة أخرى خلال هذه المدة ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي. يدير المحافظ أعمال البنك المركزي، يتخذ جميع الإجراءات التنفيذية ويقوم بجميع الأعمال في إطار القانون. الفصل الثاني هو مجلس النقد والقرض. مجلس النقد والقرض يتم تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات والنصاب والأغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات. نعم، مجلس النقد والقرض قلنا أنه يتم تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات والنصاب والأغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات. هنا هذا المجلس قام قانون النقد والقرض بإنشاء مجلس النقد والقرض يهتم بتنظيم وتسيير الجهاز المصرفي، وهو نعم وهو من أجل كذلك ضمان السير الحسن لشؤون النقد والقرض. ومجلس النقد والقرض هنا يؤدي وظيفتين. الوظيفة الأولى هي وظيفة مجلس إدارة بنك الجزائر، كنا شفناها في فصل محافظ النواب، سوف نتطرق إليها كذلك هنا. هذه الوظيفة لمجلس إدارة بنك الجزائر، هذه الوظيفة الأولى. والوظيفة الثانية وهي وظيفة السلطة النقدية. بالنسبة للوظيفة الأولى، قلنا يتكون مجلس النقد والقرض من محافظ، وهو يمثل رئيسا للمجلس النقد والقرض.
قلنا أنه يتم تعيينه من طرف بموجب أمر رئاسي من طرف رئيس الجمهورية، كذلك يتكون من 3 نواب كأعضاء، هاد النواب ينوبون المحافظ عند الاقتضاء، كذلك يتكون من 3 موظفين ساميين معينين بموجب مرسوم من طرف رئيس الحكومة لهم قدرات عالية في الشؤون الاقتصادية والمالية، كذلك مستخلفين ليحلوا محل الموظفين عند الاقتضاء. بالنسبة للوظيفة الثانية، أو نبقى دائما في الوظيفة الأولى، نذكر صلاحيات الوظيفة الأولى. إذا من صلاحياته، أولا بصفته مجلس إدارة البنك المركزي، بالنسبة لمجلس النقد والقرض، من صلاحياته بصفته مجلس إدارة البنك لإدارة البنك المركزي أن تشكيل يقوم بتشكيل لجان استشارية من بين أعضائه، التسيير الإداري لبنك الجزائر، كذلك يقوم بتحديد شروط توظيف الأموال الخاصة لبنك الجزائر، وكذلك تحديد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته وكيفية توقيفها. بالنسبة للوظيفة الثانية كسلطة نقدية، من صلاحياته كسلطة نقدية أنه ضمن إطار هذا القانون هو مخول بإصدار أنظمة مصرفية تتعلق بالأمور الآتي بيانها كالتالي: أولاً، المهمة الأولى أو النظام الأول، وهو إصدار النقد على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 و5 من هذا القانون، وتغطيته بالعناصر التالية، أي تغطية عندما يقوم بإصدار النقد تتم تغطيته بسبائك وعملات الذهب، عملات أجنبية حرة، سندات مصدرة من الخزينة العمومية، سندات مقبولة تحت نظام الأمانة أو محسوبة أو مرهونة. كذلك النظام الثاني، وهو نظام أي هنا كما نقولوا أي يصدر النظام التالي الذي هو قانون النقد والقرض مخول بإصداره، وهو نظام شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية، كذلك نظام بالأسس الذي يهتم بالأسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص تغطية وتوزيع المخاطر والسيولة والملاءة، كذلك النظام الذي يخص حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص شروط العمليات المعمول بها، كذلك نظام النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية، كذلك كما يهتم بمراقبة الصرف وتنظيم سوقه. نعم، كذلك بموجب قانون النقد والقرض أصبح البنك المركزي يسمى بنك الجزائر، هنا الكتاب الثالث الذي فيه أو الكتاب الثالث حول صلاحيات البنك المركزي وعملياته، والذي يتكون من 4 أبواب: الباب الأول إصدار النقد، الباب الثاني العمليات، الباب الثالث إنشاء غرف المقاصة وتنظيمها، الباب الثالث تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. إذن هنا سوف نتطرق فقط إلى صلاحيات البنك المركزي فقط. هنا بالنسبة للبنك المركزي بموجب قانون النقد والقرض 90/10 أصبح البنك المركزي يسمى بنك الجزائر بنك البنوك، وهو عبارة عن مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تعود ملكية رأس ماله بالكامل إلى الدولة،
يسير البنك المركزي من طرف المحافظ ومجلس النقد والقرض، وتتمثل مهمته في مجال النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها بإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد. ولهذا الغرض يكلف بتنظيم الحركة النقدية وإصدار النقد، وكذلك ويوجه النقد ويوجه يعمل على توجيه الحركة النقدية، ويراقب كذلك الحركة النقدية بجميع الوسائل الملائمة، كما يقوم بتوزيع القرض ويظهر على حسن إدارة التعهدات المالية تجاه الخارج واستقرار سوق الصرف. إذن هنا نكون قد انتهينا من حصة اليوم. إذن دمتم في رعاية الله وحفظه، وسوف نكمل إن شاء الله في الفيديو المقبل في الحصة المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.